قمر أطل على البارية من حراء، زان السماء فكان بدرا نيرا. قمر أطل على البارية من حراء، زان السماء فكان بدرا نيرا. هو رحمة الرحمن ذاك محمد. كيف؟ أشمل كل الذبائح اليهودية. أيوة. كل مكة القرآن كشف كل مهاراتهم وصفاتهم، ولذلك هم يتلون القرآن دائما. أول شيء وصفهم القرآن به قسوة قلوبهم. قلوبهم أصبحت غير مستجيبة نهائيا لأي ديانة جديدة. ولذلك ثلاثة: الجرأة على الله وسلم ما يلي. خذ لك بعض الصفات التي وصفها الله عز وجل. ها، بعض الصفات. من على الله؟ عن جرأة على الله. وقالت اليهود في سورة المائدة: وقالت اليهود يد الله مغلولة. تعرف ايش معنى الكلام؟ ايش معناها؟ لا الله بقي. يقول ان الله بقي. ما رايك؟ الله رد عليه قال: غلت ايديهم بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. المحبه والهدايه والسلام حاء.